السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير. معاكم سالم البادي من قناتكم المميزه الماستر سلوم اكس. جبتكم اليوم منتج مميز، شاحن 3 ان 1 يشحن لك ثلاث اجهزه في ان واحد. يعتبر الافضل في امازون. جربت تقريبا اربعه وعجبني هذا المنتج وطلبت اثنين، لانه واحد احتاجه للسفر لانه مفيد جدا في السفر، ما تشيل الا هذا المنتج بكيبل واحد وتقدر تشرش او تشحن كل الاجهزه اللي عندك. خلينا نشوفه. طبعا هذا المنتج مميز جدا وراح اخبركم ليش، لكن كبدايه خلينا اخبركم ان سعره 35 دولار، اي ما يعادل ب 14 ريال عماني او 140 ريال سعودي. هذا المنتج خذيته من موقع امازون بعد تجربه تقريبا 4 إلى 5 منتجات. هذا المنتج اللي حبيته وفيه ميزات كثيره. اول شيء يجي مع الشاحن واللي هو كويك تشارج، يعني يشحن تقريبا 15 واط، فما تحتاج تشترى الشاحن. بالإضافة أنه يجي بمنفذ USB-C. هذا المنفذ هو منفذ المستقبل، ونفس المنفذ اللي يستخدم فيه تلفون الهواوي الجديد وسامسونج واللابتوبات الجداد، يعني هذا الواير راح تحصله في كل مكان. الحلو في هذا الشاحن أنه أول ما تحط التلفون راح يشحن على الطاير، لاحظوا في نفس الثانية، ويبدأ يولع بعدها بيوقف. إذا تعبى التلفون فل راح يوقف الشحن وراح ينبهك عن طريق الـ LED اللي هني. تقدر تحط سماعة آبل مثل ما تشوفوا، لما تحطها على طول تخبرك، وإذا انشحنت فل نفس الشيء اللي تراح يولع ينبهك. ساعة آبل لاحظوا كله يشحن بسرعة، فهذه واحدة من الميزات اللي لاحظتها في هذا المنتج. المنتجات الثانية مرات يتأخرن، مرات أن ما يكفيهن الواط اللي يجي، أحياناً ترتفع درجة الحرارة، أحياناً منتج يشحن بسرعة منتج ثاني ما يشحن. هذا المنتج قادر أنه يشحن التلفون تقريباً 10 واط والسماعة 5 واط والساعة واطين ونص، يعني سرعة ممتازة جدا. والجميل انه يشحن بواير واحد فقط، واير USB، يعني ما تحتاج، حتى لو تلاحظوا هني ما يحتاج نستخدم هذا الشاحن. لو نستخدم USB اللي موجودة في اي مكان، اهم شيء تكون فوق 10 واط وراح تبدأ تشحن كل المنتجات بدون اي مشاكل. اتمنى ان اعجبكم هذا المنتج المميز. راح نحط منتج مميز مثل هذا اسبوعيا في هذا القناة من غير الاخبار التقنية والشروحات، فلا تنسوا الاشتراك وتعملوا لايك للفيديو، ولحد الفيديو الجاي فمان الله.